كان الجيش مجهز بالعتادي لو كان الجيش مجهز بالعتادي. حضرت غزة في إدلب عبر معرض الكتاب الذي حرص منظموه على تخصيص ركن لفلسطين وتوثيق الإبادة الحاصلة في غزة. مجسمات تمثل إجرام الكيان الصهيوني بحق الكوادر بحق الأطباء. وتعريف الناس والجيل الصاعد بقضية فلسطين أنها حاضرة حتى في معرض الكتاب. ولم تتوقف الفعاليات عند الكتب والمجسمات، فكان للإنشاد والقصائد المشيدة بالصمود الفلسطيني والمقاومة ضد الاحتلال حضور لافت، وخصوصا بين صغار إدلب. تقدم أنما الأقصى عقيدة، وهيئ ما استطعت لتستعيده، وباغت عدوك كل حين، وسدد حيث لا تخطئ وريده. صحيح في ما فيك، ولكن أمتي تصحو، وهل ترضى الحياة إذا بغزة إدلب القرح؟ أما هبت ضمائرهم، أما نزفت بها الجرح؟ وتبقى فلسطين حاضرة في وجدان وضمير الأحرار بحسب القائمين على المعرض. المحمر سوينا هالآن يا رب من عايز.